جو ما سقط. جو طرق طج بالحياة قد مخه، تعذب كتير بحياته وما كان عم بيقدر يلاقي ولا حل للحياة المقرفة اللي عم بعيشها. وكان جو كل ما يجي يفكر بمستقبله يقعد بالزاوية ويبكي لحديت ما بيوم من الايام نزل عليه الوحي وقرر ينزل ابليكيشن كريبتو بوكر، وصار جو من اغنى اغنياء العالم. وبكبسة زر وحدة كان جو عم بيقدر يعمل مئات الدولارات بالثانية. وانتو كونوا اسكيا، كونوا مثل جو، نزلوا ابليكيشن كريبتو بوكر وما بتعرفوا كيف الحظ رح يضحك لكم. I'll take this.